السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للفيديو on va faire la correction de l'exercice 13 exercice 14 dans le cours à puissance électrique القدرة الكهربائية بالنسبة للتروازيام اني بيوف. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. Exercice 13. Sur la figure ci-dessus sont données les valeurs nominales de chaque appareil. بالنسبة لنا حنا هاد لي 4 appareil عطاونا القيمة الاسمية ديالهم. اذا بريميرمون كو ريبريزونت لا فالور نومينال كومين. هنا شنو هي القيمة الاسمية الموحدة، يعني الموحدة اللي كاين عندهم فيهم كلهم. هذا 220 220 220 220. اذا شنو هي 220؟ هاد 220 سي لو تونسيون نومينال، اي لا تونسيون الكتريك نومينال دو لاباراي. شنو هي لا تونسيون نومينال؟ لا تونسيون نومينال هي هذيك التوتر اللي اشتغال ديالو، خصو يشتغل ب 220. لو كونستركتور اللي صوب لينا هادي قال لنا بان هاد الاجهزه خصها تخدم 220. الا خدمتيها اقل لا يشتغل، الا خدمتيها اكثر فانه سيتلف او سيديتيريور، ما يخدمش، اذا دي تحرق. بالنسبه لينا حنا هاد 220 وقلنا هي لا تونسيون ديال السيكتور ديال المنزل، تنخدمو 220 في الامتحان يعطيك 220 او 230. اذا لا فالور نومينال كومين وهو تنسميها بما يسمى هو 220، هو هاد لا فالور تنسميه وهو نومي سي لا طونسيون الكتريك نومينال او لا طونسيون دي سيكتور. اذا في الامتحان تعطيك 220 ولا 230. دوزيامون كو ريبريزونت لوتر فالور نومينال كي فاغي دان اباغي لوتر. شنا هو المقدار الثاني اللي كاين القيمة ديال هذا وهو تسميه ب عندها 75 واط، عندهم ديما كلهم واط، وهو لا بويسونس إلكتريك نومينال تا هي مخصهاش نتعداوها دا لاباغاي. إذا هي لا بويسونس نومينال. إذا لوطغ فالور وهو لا بويسونس نومينال دو شاك أباراي. إذا نمشيو لهنا لو بيت ديال هذا، لو بيت ديال كلاسي لي زاباغي سولون، هنا نديرو كلاسمون. دابا نشوفو هنا تقريبا شكون هو اللي عندو لا بويسونس كتيرة ولا بويسونس أقل. إذا لوطغ فالور نومينال كي فاغي دان أباراي لوطغ سي لا بويسونس إلكتريك نومينال دو شاك أباراي، هي هادي تسمى ويسمى بالقدرة الإسمية ديال كل جهاز. Troisièmement, classer les appareils par ordre croissant de puissance électrique reçue. Nous avons croissant, c'est croissant pour mathématiques. Il donne de plus petit vers le plus grand. Les appareils, nous avons 75, 3 kW, nous avons 3 kW, 3 kW, 3000 watts, nous avons 1000, on a 100 watts, on a 100, 1200 وات. اذا خصنا نحولوا هادو السمين، نحولوا هادي، نحولوا هادي الوات ونكومبار، نشوفوا هنا شكون هو اللي صغير، شكون اللي صغير. هنا هو 75 تابعة 100 وات تابعة 1200 تابعة 3000 وهي كيلو وات. اذا لوغدر، اذا اوردر كواسون بو دو بويسونس الكتريك دو سي اباراي، وهي عندنا هنا، عندنا هنا 75 وعندنا هنا 100 وعندنا 1200 وهنا 3000. اكزرسيس 14. بريميرمون دوني لا غولاسيون كي لي لا بويسونس الكتريك لا طونسيون لانتونسيتي دو كورون دون ان اباغاي الكتريك. هادو بالنسبة لا بويسونس لا طونسيون كاين واحد لا غولاسيون هي بي ايكال ان فوا جي شتوف بالنسبة الكور. هادي ضروري خصك تحفظها، لان هي اللي غنطبقوها بالنسبة لهاد الدرس. Dans la relation P. Deuxièmement, indiquez les unités pour chaque grandeur. Et bien, là, nous avons la relation. Nous avons la relation. هاي بويسونس بي، خصك بان الرمز ديالها هذا الوحده، هذا الرمز ديال المقدار. هنا او وهي لا طونسيون، الوحده ديالها وهي الفولت، ترمزوا ليها ب في ماجيسكول. اي سي لانتونسيتي الكتريك، تديروا لها اي هي البرومي لاتر ديالها ماجيسكول.
وعندنا الوحده ديالها وهي الامبير، تنديروا لها ا. يعني هادو بالنسبه لهاد الوحدات هما انترناسيونال، الامبير هي الوات، هي في، هي ضروري يونيتي خصها تكون، ما كانش راه تيكون تنقصوا لك شي نقط. Troisièmement, d'abord le but d'IELA, calcul la puissance. Calcul la puissance reçue par un appareil fonctionnant en courant continu sur une tension U est égale 4,5 volts et traversée par un courant I est égal 100 milliampères. Là, on va calculer la puissance électrique de l'appareil. Mais cet appareil est utilisé par un tiers électrique mustamer sous un tension de 4,5 volts et il passe par un tiers électrique 100 ملي امبير. اذا نطبقوا هاد بي تيكال اف واي ونديروا هنا عندنا 4,5 فولت فوا 100 ملي امبير، ولكن هاد 100 ملي امبير هي الوحده اللي تستعملوا بزاف، ولكن خصنا نحولها لامبير. اذا 4,5 فوا 100 ملي امبير نقسموه على 1000 تعطينا 0,1، تعطينا 0,45 وات. اذا هذا بالنسبه لهاد ليكزارسيس 14. او ريفوار، على بروشين فيديو.